السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معنا نبات جديد اللي هو اسمه ورد الصباح أو صباح الخير، وبالشكل ده. أنا كان عندي القصيص ده بقاله فترة، بس لما احنا دلوقتي في شهر واحد، فالجو شتاء، الشمس ما بتطلعش كتير وكده، هو محتاج لشمس، فأنا هنفرغه مع بعض، تمام؟ ويعني نقول منه شاتلة أو شاتلتين لقصص تاني. خليكم معايا، أنا هستعمل في عملية النقل شوكة زي كده، شوكة أو معلقة أو أي أداة، المهم ما تجرحش الجذور أو تقطعها، تمام؟ هنيجي كده ناخد النبات كده على جنب شوية، وهنغرز الشوكة جنب الجدر بحيث ان انا اطلع الجدر سليم. شايفين يا جماعة؟ مجزر. نشيله بالشكل ده. من تحت تانية، يعني انا عندي قصيص زي كده ممكن اعمل منه 10 شتلات، كل شتلة بحطها في قصيص. وردته جميلة وشكلها حلو، ممكن اهدي منه اخواتي وجيراني وصحابي. خلي ده كده على جنب، وبنجيب القصيص بتاعنا الصغير نحطه في ايه؟ نحطه في الفرن بالشكل ده. وبجيب بخلي نص النبات تحت في التربة بحيث ان هو يقدر اكتر من جدر، مش جدر واحد. وبجيب التانية احطها كده، الشكل ده. اهم حاجة في نبات او وردة صباح الخير دي اهم حاجة الشمس، عشان من غير شمس مش هتطلع زهرة ولا هتفتح معاك. اهم حاجة في الشمس، مفيش شمس عندك يبقى متزرعهاش، نصيحة يعني. بالشكل ده. بعدين بجيب المية وبروي الروية، نستنى لما المية تنزل طبعا من فتحات الصرف، اتأكد ان هي كده شربت. شايفين يا جماعة؟ بالشكل ده. والتانية عادي بخليها كده، عايز اخليها كده بتكمل معايا، تمام. حابب تنقلها لمكان تاني، لقصيص تاني او قصصين او تلاتة، مفيش مشاكل برضو. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.